حول المؤتمر الصحفي اليوم للكابتن سامي الجابر. ينضم لي الآن عضو مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ حسن الناقور. حياك الله معنا أبو علي. مساء عليك أخوي سامر ومساء السادة المستمعين. يمكن أنا مبتعد بشكل كبير عن الفترة الماضية من بعد يمكن البطولة الآسيوية، لكن إرضاء للمستمعين وإرضاء لمكسف أم لذا متميزة، يعني حبينا اليوم نشارك الأمور. يعطيك العافية. وحنا بصراحة أبو علي يعني تواجدك إضافة للبرنامج وإضافة للإذاعة، وأنت من أنا أقولها من قبل بصراحة، ما هم مجاملة لك، وأقولها الآن، أنت من أعضاء مجالس الإدارة القلائل اللي يشتغلون في الأندية وقاعدين يدعمون بشكل حقيقي، يعني ما هو بصورة بس. فيعطيك العافية. الله يحفظك. الله يحفظك أبو علي. سامي الجابر الآن بشكل رسمي مدربا لنادي الهلال، وش يعني لك أنت تحديدا؟ شوف، يمكن أنا يعني قد تكون شهادة سامي مجروحة، يمكن بعد ما انتهى سامي من كونه مشرف على الفريق الأول وانتقال يعني لأوكسير وبدأ في المهام الفنية، أنا كنت من الناس اللي يعني مراهنين بشكل كبير على أن سامي يعني يوم من الأيام سيكون يعني له شأن كبير في عالم التدريب. وكنت دائما يعني يمكن كانت اتصالاتي متكررة على سامي أيام تواجده في أوكسير، وكنت دائما أقول له يعني فعلا أنت طموحك كبير، وأنا أعرف طموح سامي الكبير، وأعرف أن رجل يعشق النجاح، رجل إذا يعني مسك أي مكان يعني سيحارب من أجل النجاح، ويعني يعني سيثبت نفسه. فقد يكون يمكن هذه أهم يمكن من أهم الأسباب اللي فعلا يعني جعلت الاختيار يكون يعني متوجه لسامي على رأس جهاز التدريبي والفني في نادي الهلال، واللي بالحقيقة يعني يمكن عماد برحان مساعد يعني رجل يعني دائما ما يعطي الثقة لأهل الثقة، فبالتالي سامي يعني رجل فعلا أهل الثقة يستحق هذه الثقة التي منحها. وأنا يعني شخصية مؤمن إيمان كبير بإمكانيات سامي الجابر، الرجل الذي يعني فعلا يعني ما كان فعلا يعني رجل يعني جلس مكانه وتمنى أن يكون مدربا، رجل عمل على نفس الشيء الكبير، رجل يعني ذهب إلى إنجلترا وحصل على أشياء تدريبية وذهب إلى فرنسا ويعني وطبق الموضوع عمليا وعايش يعني الكثير من الأجواء اللي موجودة في أوروبا، اللي تعرف تختلف كثير عن أجواء يمكن فيها احترافية بشكل كبير، في أشياء كثير حنا نتعلمها يعني من الدوريات الأوروبية. فبالتالي أعتقد أن سامي رجل عمل على نفسه، رجل يستحق بكل جدارة أنه يكون على رأس الهرم الفني. الجميع إن شاء الله بإذن الله بنكون حوله وداعمين بقوة للكابتن سامي، وفي النهاية نجاح سامي هو نجاح لكيان كبير كنادي الهلال، كلنا دائما نطمح يعني في رؤيته دائما يعني وهو يعني في أبهى حلله وفي انتصارات إن شاء الله دائمة. أنا يعني هي رسالة الوحيدة للجمهور أنه قفوا خلف الكيان وخلف سامي، رجل فعلا أهل الثقة، رجل يعني عمل ليكون في هذا المكان، لازم نكون كلنا معه. حسن يعني ودي أسولف معك كثير من الأمور، أنا عارف أنك أنت يعني المقرب الكابتن سامي الجابر بحكم عملك في نادي الهلال، ومقرب أيضا بشكل شخصي. اللي تشوف الأصوات اللي بدت تطلع هاليومين أن سامي وأن ما رح ينجح وأنها مغامرة، ما تخاف على سامي من هذه الأمور خاصة في بدايته؟ بالعكس، أنا أعتقد أنها يمكن كثير من اللي تكلموا في هذا الموضوع ما هم منتقدين لسامي كشخص، سامي هم محبين لسامي بشكل كبير، وخوفهم من يعني عدم نجاح سامي في هذا المكان يعني يعطيهم يعني شيء من القلق، أنه يعني سامي لو ما نجح بيفقد بريق من النجومية سامي المعروفة عنه طوال تاريخه. لكن شوف يعني هذا القلق يمكن قد يتلاشى مع بداية يمكن الدوري وبداية المباريات، وهم يعني يرون سامي إن شاء الله بإذن الله يتجلى مع الفريق بنتائج إيجابية. أنا بالنسبة لي يعني يمكن أرسل لهم رسالة وأقول لهم أن الرجل يعني فعلا يملك الكاريزما المناسبة، رجل يملك الإدوكيشن المناسب اللي درسه وطبقه عمليا، رجل اختار طاقم الفني الموجود معه الآن بشكل يعني جدا دقيق، رجل يعني عارف أن كل واحد يعني أنا يمكن
من خلال الاجتماعات اللي كانت في جدة. يمكن كثير من الأشياء اللي وضعت على الورق في خطة الفنية يعني توحي أنه فعلا الرجل دارس الفريق من كل النواحي، شاهد الفريق طول سامي يعرف الفريق من مدة، ورجل عاشق الفريق يعني إداريا، ويعني حتى في تواجه فرنسا رجل ما ابتعد عن الفريق، كان قريب جدا منه، ويعني يمكن متابع مباراة وكان تعليق لسامي كثير على مباريات الهلال في الفترة الماضية من خلال تويتر ومن خلال يعني التواصل الشخصي معه. فبالتالي سامي قريب، سامي يعلم بكثير من الأمور اللي داخل نادي الهلال، سامي يعني عاشر كثير من المدربين في نادي الهلال، يعني يعرف الخبايا الصغيرة اللي يمكن لا يمتلكها أي مدرب يمكن يجي جديد. كثير من المدربين يمكن نجاحهم وفشلهم أحيانا يرتبط بسمول ديتيلز، فسامي يعني يعرف هذه السمول ديتيلز ويمكن بيشتغل عليها بشكل أكبر. فبالتالي أنا أقول لهم إن فعلا سامي رجل يعني عنده الإمكانية إن بإذن الله يقود الهلال إلى منصات التتويج كعادة الهلال، لكن سامي يمكن يعني في يعني يملك الروح الكبيرة اللي بتكون يعني مؤثر على اللاعبين الصغار. يمكن الفترة الماضية قد يكون يعني بعض الناس طلعوا بالنسبة للاعبين الصغار، أتكلم تحديدا ولسامي يمكن في مؤتمر الصحفي اليوم أو مع إذاعة مكسفم تكلم عليهم وراهن المجموعة الصغيرة اللي عنده، اللي يمكن كان الهلال له الأولوية بطلوع هذه المجموعة. يمكن كثير من الناس وجدوا أنه أندية كثيرة يعني كانت لها الأولوية في طلوع يعني الصغار وإعطاهم الفرصة، بالعكس نادي الهلال كان من الأوائل اللي أعطى اللاعبين الشباب الفرصة. يمكن تتكلم أنت عن قبل عامين وثلاث أعوام في كأس العهد أيضا، أنت إذا كنت تذكرها في ضربات الجزاء مع الأهلي كان كلهم لاعبين صغار. صحيح. اللي لعبوا في ذيك المباراة، وأيضا العام الماضي والعام اللي قبله لما سامي وبنن، فكان فبالتالي يعني سامي دائما ما يراهن على الصغار، دائما ما يمنحهم الفرصة. تذكر أنت العام قبل الماضي برز سالم، وكان سالم الدورسي، كان سامي دائما ما يراهن عليه، برز هذيك الفترة حسام الحارثي، وكان سامي يراهن. فبالتالي سامي يعطي الفرصة للنجوم ويعطي الفرصة للشباب الصغار. صحيح. والمباراتين اللي درب فيها سامي، يمكن أول فترة اللي درب فيها سامي كان الناس يقول لك إنه فريق أوروبي وفريق برازيلي وكرة سريعة وكرة حلوة، كان المختلف. صحيح. 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 فبالتالي الرجل يملك الفكر، يملك الفكر اللي طبقه في الملعب من خلال يمكن التدريب المؤقت اللي كان عليه، وأثبت هذا الكلام في الملعب فعلا. يعني أثبت أنا يعني الرجل عنده الفكر اللي يعني خلينا نراهن عليه. فبالتالي يعني أنا أقول لهم بالعكس، أنتم خلكم مع سامي ودعموا سامي في هذه الفترة، وأنا يعني أنا مؤمن ومتأكد بإذن الله أن سامي يعني ما بخيب ظننا إن شاء الله. إن شاء الله. الحسن الآن الفترة القادمة يحتاج الهلاليين التكاتف أكثر من أي وقت مضى، يعني حتى مع إدارة نادي الهلال تحديدا الأمير عبد الرحمن بن مساعد. أنا أعتقد الهلاليين دائما يعني طوال تاريخهم هم دائما متكاتفين، دائما يجتمعون من أجل الهلال، من أجل الهلال فقط يعني. وبالتالي الآن يمكن قرارات الإدارة يمكن يعني من يوم سلام عبد الرحمن إلى الآن هو دائما مدعومة من أعضاء الشرف، هم يدعمون قرارات الإدارة بناء على رؤية الإدارة ومنهجيتها، وبناء على يمكن تقارير دائما يعني تعطى لأعضاء الشرف ويطلعون عليها. فبالتالي يعني هم دائما ما كانوا، بس الآن في الفترة هذه أعتقد أنه فعلا يعني الأعضاء الشرف يعني يجب أن التكاتف أكثر، دعم سامي أكثر، يمكن توفير الاحتياجات اللي يحتاجها سامي الفترة هذه خصوصا، يكون يعني فعلا محتاجين أن نتكاتف أكثر لنوفرها. يعني نحتاج يعني مثل ما قال سامي يكون جميع اللاعبين المحترفين، التجهيز المعسكر، جميع الطاقم يعني الفني والداء يكون جاهز. فبالتالي يعني فعلا هذا التكاتف هو اللي بنتج عنه نجاح شامل المجموعة. فهو دائما سامي يراهن على نجاح المجموعة، وهذا نجاح المجموعة هو تكاتف الجميع، وفي النهاية الإنجاز دائما يسجل باسم الهلال. صحيح الكابتن حسن، إن شاء الله نشوف الهلال وبالكابتن سامي الجابر أنه يغير صورة المدرب الوطني والمدرب السعودي عند الأندية السعودية، وإن شاء الله إحنا نقول اليوم أنه يكون بوابة إن شاء الله لظهور الكثير من المدربين، وأن يكون الأندية عندهم ثقافات أو ثقافة أنه كيف أنه هو يقدر يستفيد من المدرب، وحتى كل اللاعبين السابقين لهم أسماء كبيرة يتعلمون من سامي كيف العمل والطموح عشان يوصل لهذه المرحلة. بإذن الله. وأنا أعتقد كان الإنسان السعودي والرجل السعودي ناجح في مجالات كثير جدا. فأنا أستغرب من بعض الناس يقولوا مدرب سعودي، بالعكس الرجل السعودي ناجح في يعني مجالات مختلفة، ناجح كرجل أعمال، ناجح كشخص كريم كمذيع، ناجح كلاعبين محترفين، كل لاعبين عنده فهم في الخارج، ناجح
ناجح في أشياء كثيرة، فما المانع أنه ينجح يعني مدرب سعودي يعني في هذا المجال؟ فأنا أعتقد أنه بالعكس يعني الرجل السعودي يملك يعني فكر كبير في يعني في هذه الأيام، فبالتالي بالعكس منح فرصة يعني هذا أقل شيء، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذا يكون امتداد يعني للفكر السعودي الكبير اللي الآن يعني بدأ يتطور بشكل كبير في المجال التدريبي، إن شاء الله تمنح فرصة للكثير من المدربين السعوديين. ان شاء الله. حسن قبل ما اختم معك، في بكل امانه كثير من الرسائل جاتنا، خاصه في واحد هلالي وصراحه امانه حملني اياها اني اوصل لك اياها الحارثي طبعا من الخبر. اول شيء يقول لك حسن انت من الرجال اللي يقدرهم جمهور الهلال، وانت تخدم الهلال ومتفاني في خدمه الزعيم، يقول لك لا خلا ولا عدم. الله يحفظه ان شاء الله. ان شاء الله يعني انا اعتقد رجال الهلال كلهم دائما يعني يخدمون هذا الكيان، وعلى راسهم محمد عبد الرحمن اللي قدم الكثير والكثير لهذا الكيان، وانا اعتقد انه فعلا يعني بقد ما يعني وجد من يعني من عتب من جماهير الهلال، وهو عتب يعني بالعكس عتب مرحب بشكل كبير، لانه جماهير الهلال دائما ترى فريقها فريق بطل، واذا لم يعني لم تجد كذلك بالتالي تعتب عتب كبير، فبالتالي يعني الرجل يعني فعلا قاعد يعمل عمل كبير، وأنا أقولها يعني فعلا شاهد إلى الرجل الآن قاعد يعمل عمل كبير، وفعلا مصب على التعاقدات وعلى كل ما يتعلق بالفريق في المرحلة المقبلة، بإذن الله أنهم يعني يرون فريقهم بشكل يعني شكل يحبونه دائما. حسن يوم كان معنا سامي الجابر أبو عبد الله قبل يومين قلنا رسالة يوجهها لحسن الناقور، الآن قبل ما أختم معك رسالة من حسن الناقور لسامي الجابر. الله يوفقك أخوي سامي، وإن شاء الله بإذن الله أنك تكون أهل للمكان اللي وكلت فيه، وأنا يعني أقول أنا مؤمن في قدراتك، هو يعرف يعني جيدا أنا مؤمن في قدراته، مؤمن بإذن الله إن بعد توفيق الله بإذن الله بيكون سامي هو العلامة الفارقة في تاريخ المدربين السعوديين، يعني المدربين كثير بإذن الله بيحدون حلوة إن شاء الله. يعطيك العافية وشكرا لك أبو علي على قبول الدعوة، وإن شاء الله بالتوفيق لك أنت فخر الهلاليين بعد. يعطيك العافية. شاكر لكم. شكرا. كان معنا الأستاذ حسن ناقور عضو مجلس إدارة نادي الهلال.